خي يوسف، نقولوا عليك مؤخرا او بالامس كلاشيتي الرمضان. اعطيت رايي كاي شخص اخر، وصح حريه التعبير اللي كيامن بها حتى هو. انتقدت في واحد ازدواجيه ديال المعايير، حيت انا كان سبق لي درت واحد شورت فيديو اللي فيه اللي كانت فيه واحد القصه ديال واحد الشخص اللي تعتقل بسبب انه كيكمي سيجاره في واحد المكان ماشي عام، واحد المكان بعيد بعيد جدا في واحد الفضاء فارغ. المهم ما كان في ذيك الفضاء حتى شي واحد، وتشدوا فعلا ودوز 48 ساعه في الكوميساريا، في حين ان واحد المغني ديال الراب مغربي طبعا، مغربي، كيفتح القرعه ديال الشراب في اللايف، كيكمي الجوانات وكيكمي الجوانات فين، في اذاعه مغربيه حدا منشط اذاعي، وفي طوموبيل ديال صانع محتوى مغربي كيلوحده الجوانات، كيدفر الجوانات. ذا فاك، ماشي حاجه ما كتدخلليش للعقل انايا. وهذا الشخص هذا كيتبعه اطفال، ويلاه البارح دار منشور منشور فارح به بانه تم اعتقال واحد جوج ديال الاشخاص. انا ما عرفتش القصه ديالهم مره، ولكن كل ما عرفتهم انه داروا واحد التمثيليه ديال قيل عطاها البلاصه ديال الخاتم فيها طرف ديال الجوان. ايوا، وتشدوا تعتقلوا. ويلي كيف وهو داك وكيفاش وفرحان، وفي نفس الوقت هو كان داير حلقه مع ديك الشخص اللي وشنو قالوا السبب ديال الاعتقال ديالهم، انهم يروجون لاستهلاك المخدرات. ويلي وهذاك اللي داير لايف امام الملايين وكيقولها كيقول انا كنتقدى الحشيش من بلاصه الفلان فلانيه، وكيقولها وداير حلقه مع واحد المنشط اذاعي اسمه بوز تبويقه. اسمع ليا مزيان، اسمه بوز تبويقه، وكيهضروا على فوائد الحشيش. وانا كنحيي ديك الاعلاميه اللي كانت في ديك اللقاء واللي ما عجبهاش الحال، واحد الاعلاميه اللي كانت في ديك الفقره اللي اسمها بوز تبويقه ما عجبهاش الحال، وكنحييها بزاف لانني كنحس انه عنده واحد الضامر، روح المواطن. كنحس بانها الانسان الوحيد اللي كان عنده العقل في ديك في ديك المجمع. وكتلقى الصديق ديالنا داير منشور وفرحان انهم تعتقلوا، حيت كيحض الناس على استعمال المنشطات. فهو في نفس الوقت داير حلقه كامله مع مغني كيشرب في اللايف وكيكمي الحشيش في اللايف وفي وسط الطوموبيل، وكيقولها وفرحان بها وعادي جدا. هذه ازدواجيه معايير مقيته وتثير الاشمئزاز بالنسبه لي انا. كيبان لك هذا نفاق اخي يوسف؟ نفاق كبير، نفاق كبير كبير كبير. من حقك انك تكمي، من حقك انك تشرب، لكن ما تطلعش علينا في اللايف وبكل اريحيه وبكل جراه تكمي قدام الناس الحشيش وتشرب قدام الناس، وما تراعيش المشاعر ديال المواطن المغربي. لربما هذا الامر هذا غادي يخلي المواطن المغربي يحس بالحقره ويحس بالطبقيه، ويحس بانه كاين فلان كيتغاضوا عليه وانا الدرويش انا كيحقروني. فهمتي، هنا كتبدا تولد واحد المجتمع كيكبر عنده واحد الحقد تجاه المؤسسات ديال الدوله، وهذا الشيء حنا ما خصناش. ولكن هو بطريقه او باخرى راه كيتبنى، وهذا الشيء خاصهم يعني يراعيوه ويثيروا يعني يشوفوا فيه مزيان. وهذا الشيء راه ماشي سهل، وخاص الانسان ما يكونش منافق، غير ما تكونش منافق وصافي. فهمتي، خاصك تنتقد هذا الانسان وفي نفس الوقت تنتقد هذا الانسان، تنتقدو كما كتنتقد الطرف الاخر وكيف ما كنقولها انا دابا، ويكون حدايا في الطبله غادي ننتقدو تماما كيف ما كنتقدو دابا، ما عنديش انا اي مشكل. أو يكون سألوا الأصدقاء ديالي كيكميو وبعض منهم كيشربوا وكنتاقدهم، الحرية الشخصية ديالهم، ولكن مرة كنتاقدهم حيت كيبقاو الأصدقاء ديالي وكنبغي لهم الخير. أنا صديق ديالي ما كنبغي له غير الخير، ولكن الحمد لله أنهم ما كيخرجوش في اللايف، على الأقل ما كيخرجوش في اللايفات يقولوا حنا كنشربوا حنا كنكميو. تبارك الله عليك أخي يوسف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.